وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كان لها دور أيضا بارز فيما يتعلق بتنظيم وتنسيق إعلانات المرشحين والترخيص لمقارهم الانتخابية، حيث صرح المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية منسق عام البلديات لانتخابات 2018 أن عدد إعلانات المترشحين هذا العام فاق التوقعات، حيث قارب 18 ألف إعلان في جميع المحافظات. كما أضاف أن عدد المقار الانتخابية التي تم الترخيص لها بلغ 136 مقرا، منها 43 مقرا في كافة محافظات المملكة. وانصبت جهود الوزارة خلال الفترة السابقة على ترخيص المقار الانتخابية وتنسيق الإعلانات للناخبين والتأكد من أنها تتماشى مع الاشتراطات والمعايير المعلنة والمتفق عليها مع المترشحين، وعملية إزالة الإعلانات بعد الانتهاء من العملية الانتخابية.